اللهم
صل على الحق وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ونور أبواب الموت وعافية الموت وصحبة مع الموت. اللهم هب لنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الفساد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ورحمهم خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.